اهلا وسهلا فيكم اليوم على صفحة حيدر الكترونيكس. كلنا بنعرف تأثير الدهون والنصاحة والوزن الزايد على الجسم، ان كان للجسم الداخلي عم نحكي على تجمع الدهون بالكبد او بعض الاضرار اللي ممكن نحن نعاني منها بجسمنا، او بالاضافة للشكل الخارجي اللي بده يكون مش مقبول ابدا اذا نحن كنا ناصحين، بكون الجسم سيء وشكله سيء جدا ومنصير نحن نعاني اكتر واكتر. لهيك نحن اعزائي المشاهدين خاصة بهذا الوقت بدنا نعمل نظام صحي مبني على الرياضة والأكل الصحي. بالنسبة للأكل الصحي بدنا نبتعد شوي عن موضوع الزيوت والدهونات وغيرها. لهيك أعزائي المشاهدين هيدي المكنة اللي اليوم بدنا نشرح عنها من فيليبس، من شركة فيليبس، هيدي اير فراير. طبعا بتسخن الأكل تسخين، من بعدها بنحط إذا بدنا نحن نحط، أكيد قبل ما نحط الأكل بنحط مسحة زيت، يعني هيدي ممكن تعطينا نتيجة خاصة أقل بنسبة الزيت ب 80% من الزيت اللي بنستعمله بالمقالة العادية. فتصوروا قديش هيدي المكنة صحية جدا، بالإضافة للأكل الصحي والرياضة اليومية نحن بنكون عم نأسس جسم ممتاز جدا. أعزائي المشاهدين خلينا شوي نشرح على هيدي المكنة. هيدي المكنة بتساوي حوالي 800 جرام، يعني أقل بوقية لتصير كيلو، يعني كيلو إلا وقية تقريبا، بالإضافة لأنه مثل ما شايفين عنا هون تايمر عنا 30 دقيقة. بالنسبة للحرارة مثل ما شايفين عنا للـ200. هلا نحن بعد شوي حنقرب الصورة ونشوف كيف بتجي بس عن قريب. شو بتفيدنا هيدي المكنة؟ أول نقطة عم نحكي على مكنة فيليبس أصلية، بنحكي على شيء أصلي. ليش؟ بعض المكنات التقليد عم بيكونوا مثلا نستعملهم مرة اثنين ثلاثة وفي إمكانية المروحة يلي فوق تتعطل فجأة، وهذا الشيء اكيد ما حدا بيريده، خاصه مع مكنه حق حوالي $200-$250 تقريبا عنا هيدي المكنه الممتازه. طبعا شو بنستفيد من وراء هيدي المكنه؟ تذكر شغله، انه انت لما بدك تعمل بطاطا، لما بدك تعمل دجاج، انت عم بتزيد هون زيت بكميات ضخمه جدا، عم بتاثر عليك، عم بتاثر على جسمك، عم بتاثر على وظائف الكبد ووظائف الجسم بشكل عام، وعم بتزيد من النصاحه. طيب شو رايك انه انت فيك تاكل الاكل اللي بدك اياه، او اغلب الاكل اللي انت بتحبه اللي بدك اياه، بس باستعمال هيدي المكنه ليكون شوي صحي واقل ضررا مما انت تقليه بالمقلاية ويشرب زيت. تصوروا البطاطا، لما بدنا نحن نقلي بطاطا قديش ممكن تتشرب زيت، قديش الزيت اللي نحن عم ناكله يمكن ما عم نستفيد منه لان نحن بدنا بس البطاطا، عم مبسوطين بقرقشة البطاطا. هون بهيدي المكنة فينا نحط نحن نقطة زيت، ما نكتر من الزيت، نقطة زيت بس نحطها بقلب هالمكنة وبصير عنا بطاطا ممتازة جدا ولحمة. زي المشاهدين خلينا اول شي نفتح هيدي ونشوف من جوا، شوفوا كيف تجي اعزائي المشاهدين. اوكي بنقدر هيدي نقيمها وقتها بدنا نكبس هيدي في الكبسه، بنكبسها بحال نحن بدنا نغسل. شوفوا قد كبيره، اوكي من هون بنشوفوا هيدي بحال نحن بدنا نركبها، نرجع عادي بنركبها بهيدي الطريقه. اوكي من هون مجرد ما نحن نكبس هيدي اللي هون وبننزلها انزل. بالاضافه ل خلينا نشرح شوي على التايمر. مثل ما شايفين هون عنا هذا التايمر، هذا التايمر بنضلنا نحن بنعمل هيك مثلا ل 30 دقيقة، اوكي؟ بس تخلص. طبعا اكيد في فيليبس كمان في شاشات، يعني ممكن يكون في شاشات تاتش او غيره، بس المشكلة وين؟ انه لما يصير عنا تكنولوجيا زايدة كتير ممكن مثلا تنتزع الشاشة، ممكن لربما يوما ما تنتزع الشاشة، فمنصير نحن قدام مشكلة. دائما نفضل انه تكون الفراير يدوية، ما تكون في تاتش سكرين ابدا، اوكي؟ طيب بالاضافة لهيدي من بعد ما نحن نعير بنقدر نحن نحط الحرارة مثل ما شايفين، حرب لكم الصورة شوي، اوكي؟ مثل ما شايفين هون هيدي الحرارة بنقدر نحن نعليها ونوطيها، ما في مشكلة. عندنا هون ال 200 وبنرجع 160-120-80، اوكي؟ من ورا هون مطرح ما بيطلع الهواء السخن، اوكي؟ وكمان هون هذا الشريط بنقدر نفوته لجوا، خلينا نشوف شوي، بنفوتها هيك او بنطلعها هيك، بس بدنا نضب الشريط بنضبها كرمال ما يضل عنا شرايط بالبيت وما تاخذ مسافه. تصوروا لاي درجه حتى دارسين هذا الموضوع، وهذا الموضوع كتير ممتاز كرمال اللبكه بالضب لما نحن بدنا نضب هيدي المكنه. واعزائي المشاهدين نسيت اذكر بشغله، انه هيدي المكنه بتجي بقوه ممتازه جدا وضخمه اللي هي 1425 واط. اعزائي المشاهدين هيدا كان شرحنا عن
الفيليبس، هيدا الفيليبس الممتازة، هيدا الفيليبس يلي حتساعدنا بنظامنا الصحي، حتحسننا بأنه نحنا نحسن من وظائف الجسم، ومن بعد ما نعمل نحنا رياضة أكيد هيدا بتكون إضافة جيدة كتير كرمال نحافظ على أكلنا بشكل صحي. هيدا الشرح كان عن مكانة الفيليبس، بتمنى هيدا الشرح يكون إن شاء الله أعجبكم وفاتكم، وإذا قلكم أي حدا بحب أو عم فتش على نظام غذائي صحي يبلش فيه، ضروري أنه يتواصل معنا كرمال يحصل على هيدا المكنة الموجودة من فيليبس الأصلية. وبنهاية هيدا الفيديو أعزائي المشاهدين، ما تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب، بتشكركم لمشاهدة هيدا الفيديو، وإلى اللقاء.